أربعاء جديدة، الثقافة والفن والرأي تحضر على طاولة يا هلا بالعرفج في جولة معرفية يصحبكم فيها كالعادة عامل المعرفة أحمد العرفج سديرية اتحادية. ورونا العرفج شال اتحادي يعني ليلى والله من حقك تحتفل، مبروك للاتحاد. أبو يحيى أنا بشتكي لك الأستاذ عبد الكريم العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير، قال لي يا أحمد المفروض تصير أنت محايد ما تصير اتحادي. قلت له يا أبو عبد الرحمن الآن أنا تغنيت بالفيصلي والتعاون والفيحة والهلال والنصر والأهلي وأنا أحبهم يعني أشجعهم بس ما أحبهم، الاتحاد اللي 12 سنة أصبر ما أطلع؟ قال لي لا والله وإلى الآن معترض. أنت إيش رأيك، هل كلام منطقي؟ مو كل فريق يأخذ بطولة نحتفل فيه؟ طيب وش سر الساعة؟ طيب لا الساعة ذي جوفيال ما في إلا واحدة في العالم، اتحادية خاصة تسوالها 20 مليون عطاني إياها طارق الحوذان بمناسبة الفوز الاستريذي في السلطة خاص، وهذا نحتفل. وأنا أعتقد شوف والله يا كل الأندية السعودية ما شاء الله الاتحادي لم يشجعوا الاتحاد فالاتحاد مفضلهم الثاني، يعني مثلا هلالي تلقى ثاني فريق اتحاد، التعاون تلقى ثاني فريق اتحاد، يحبون الاتحاد لأنه فريق كافح ل 12 سنة ما أخذنا دوري يا أخي، ليش يحرموننا هالفرحة هذه؟ خلي ما حد حرمكم احتفلوا. أنت تعرف من أقصد، أنت تعرف. يعني الاتحاد يستاهل الاحتفال اليوم، ليلة التتويج. الجماهير الاتحادية حقيقة أنه يعني جالسة تقيم الأفراح، يمكن من الأشياء الجديدة اللي شفناها هذه السنة أنه احتفالات في مدن عربية جالسين يحتفلوا. شكرا يا أخي، شكرا على اللي سويته مع الرجل الطيب الكفيف. والله يا أبو يحيى كل الاتحادين يشكرون فيك، أول شيء أنت جبته رفعت معنوياته وصلت صوته وحصل على تذاكر حصل على حضور، هذه الأشياء الإنسانية حقيقة هو يستاهل، يعني رجل نبيل جدا ونقي. أيوة ويحب الاتحاد ويعشقه بصدق يعني يمكن شفت حواره كيف كذا في قمة الفصاحة والاحترام. أيوة والأدب مع الاتحاد ومع كل الفرق. حنا ودنا في ظل انتشار بعض جيوب التعصب الرياضي تجيبون مثل هالنماذج حتى تكون هو حتى قال لو ما عزموني يظل الاتحاد هو الاتحاد. وشكرا للإدارة، شوف الرقي بالكلام. نعم قال وإن لم تأتي الدعوة فعشق الاتحاد يجمعنا أو فالاتحاد يجمعنا شيء. والله ودنا الكورة يا أبو يحيى تظل تحت التنافس الشريف والتنافس التقليدي وتظل تحت إطار قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لخي ما يحب نفسه. طيب أي بطولة يأخذوها أي فريق. حزمة الفرح بندخل عليها، بس قبل قل لي سديرية وش وضعها الحين؟ هذه سديرية داخلة في عملية التدوير ولا لا؟ لا لا لا, لا تدوير هذا كانت عندنا برضو ستارة قديمة، يمكننا متعصبين صغار تعرف مع الصغر كنا حاطين ستارتنا اتحادية ملابس، فأنا أخذتها ودورتها الآن بالشرك اليوم شافوها الناس في السناب إلى الآن ب5000 ريال، مع أنه ما كلفتني 50 ريال. بركة الاتحاد وبركة روتانا وبركة يا هلا بالعرفج يا رب. حزمة فرحنا دكتور. الله يسعدك. شوف حزمة فرحنا طبعا أنا أشكرك أني توي شفتك على الهواء. أول شيء الخبر وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض بسلام، وأشكرك على اللي تو سويته. رسميا من هيئة الإحصاء عدد سكان المملكة السكان 32,200,000، طبعا هذا بما فيهم الأجانب. عدد الذكور 19,700,000، عدد الإناث 12,500,000. بعض الناس قال لازم ناخذ على 2-3 يحسبون أن العدد مضاعف، يا جماعة في تقريبا 7 مليون عامل. نجي للعمال كم عددهم؟ تقريبا بنغلاديش 1,100,000، الهند 1,900,000، باكستان 1,800,000، اليمن 1,800,000، أخيرا مصر 1,500,000. إذن عدد الذكور والإناث السعوديين تقريبا متساوي، يا 51 يا 49. فالحمد لله. أنا ليش حطيتها من أخبار الفرح يا أبو يحيى؟ لأنه كثرة التخرصات وكل واحد يجيب رقم من عنده. الآن صدرت معلومات أكيدة من جهة رسمية بعدد الإحصاء. أنت إيش تقول إيش فائدة الإحصاء؟ أنا أقول لك إيش فائدة. أول شيء إنه أول مرة يتم بعمل منظم ودقيق. اثنين، أنت تعرف الآن وين حتروح، التخصصات اللي تحتاجها، المخططات، الأراضي. ترى كل الاقتصاد قائم على شيء واحد وهو الإحصاء، ولذلك الإحصاء الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. فأنت لما يكون عندك مثلا 5 أولاد وعندك راتبك 5,000 تعرف كيف توزع الميزانية. الناس يحسبون الإحصاء بس برقم، لا هو رقم لكن تحته مواد ومضامين وخطط وبرامج لا تنتهي. أيضا اعتبارا من العام الدراسي القادم تدريس مادة علوم الأرض والفضاء في المرحلة الثانوية، حملة وطنية للتحذير من الفوركس اللي هو غير المرخص،
وزير خارجية ماليزيا مبادرة طريق مكة فكرة ومنهج إبداعي تنفذه حكومة المملكة العربية السعودية. الاتحاد يحقق لقب دوري روشن وسنتحدث عنها في آخر الحلقة. وزارة الحج والعمرة تطلق حملة كن واعيا للتحذير من الحج بلا تصريح. وأنا من هذا المنبر أقول يا جماعة ترى الأمور فيها حزم، اوعى تسوي نفسك أذكى من أجهزة المراقبة وتنقص. ترى الحج يشترط فيه موافقة الجهات الرسمية، هكذا يقول أكثر أهل العلم. الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تجمع قرابة 40 مليون ريال. أخيرا حضور جميل لأمسية أستاذنا ورئيس هيئة الصحفيين خالد المالك في معرض المدينة للكتاب، والحمد لله تشرفت أنه أعضاء روتانا أعضاء ياهلا هم اللي أداروها. عتبي الوحيد على فقط هيئة الصحفيين في المدينة اللي يبلغ عددهم أكثر من 50، مع الأسف ما جاء إلا 2، مع أنهم دائما يقولون يا أحمد تكلموا عن هيئة الصحفيين في المدينة. الآن جاء رئيس الهيئة واثنين اللي جوا هبة محروس وأيضا علي القحطاني، الاثنين اللي شفتهم والباقيين كلهم صحيح القاعة امتلت لكنهم محبين محبين خالد المالك، محبين معرض الكتاب إلى آخره. أنا أتساءل وأسأل هل الخمسين 50 عضو ذولا وعضوة ما جوا ليش؟ هل كلهم مثلا مرتبطين؟ هل كلهم ما دروا؟ إذا ما دروا مشكلة، إذا أنت تشتغل في الصحافة وعندك معرض الكتاب يقام مرة في السنة ولا دريت مشكلة. فأنا سؤال وعتاب، أين أنتم يا أعضاء هيئة الصحفيين في المدينة المنورة من استقبال وحضور والسلام ومناقشة رئيسكم الأستاذ القدير خالد الملك؟ نروح إلى خبر الأسبوع مباشرة ويتعلق بالتقويم الدراسي الجديد من قبل وزارة التعليم، نتابع. أوضحت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445 للهجرة للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني يشتمل على 3 فصول دراسية و38 أسبوعا دراسيا بواقع 180 يوما دراسيا و60 يوما من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوما عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة. تفضل دكتور. شوف يا أبو يحيى، أعتقد ما اجتمع مدرسان أو مدرستان إلا كان الحديث عن 3 فصول ثالثهما، هذا قطعا. خلينا أول شيء نتكلم عن الفكرة عامة. أنا عندي قناعة أن الدولة ما تخرج أي قرار إلا بعد دراسة والبحث عن الخير والاجتهاد في توفير المصلحة العامة، هذا أولا. اثنين، ليس هناك قرار في الدنيا إلا له سلبيات وله إيجابيات. الأمم العاقلة تكثر الإيجابيات وقل السلبيات. الإمام ابن تيمية له مقولة ذهبية في هذا الموضوع، يقول أن الإسلام جاء لتحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين، والعاقل هو الذي العاقل لا ليس الذي يعرف الشر من الخير، بل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني الشاعر يقول إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. شوف الحكمة. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان بادى الأخطر داوى الأخطر. فالناس أعداء ما جهلوا. طبعا احنا يوم كنت انا بالابتدائي كانت 4 فصول، الآن صارت 3 فصول. 3 فصول الناس ليست مشكلتهم مع الفصول، مشكلتهم مع ما تعودوا عليه. لذلك من الإنصاف خليني أجيب لك سلبيات 3 فصول وأجيب لك إيجابيات الكثيرة عشان تكون الأمور موسونة. الإنسان بطبيعته شيء عدو. أول شيء بتبدأ بالسلبيات ولا لا؟ ببدأ بفكرة عامة عن فكرة أي قرار. تفضل. الإنسان عدو ما يجهل، هكذا يقول علي بن أبي طالب. أنا لو قلت لك الآن أي معلومة وأنت تجهلها حتكون معادي لها لأنك ما ولفتها. اثنين، أنها تأتي أي قرار يأتي يعارض قرار قديم هو يعارض عادة وأنت ولفت عليها، والناس لا تحب التغيير. أيضا التعلق بالقديم شكل من أشكال حياة الناس الطبيعية، أن الإنسان يا هذا اللي ولفنا عليه الله لا يغير علينا إلى آخره. قد يكون أيضا السبب عاطفيا، أن الناس مثلا تأقلمت مع 4 شهور إجازة ومدري إيه، فهو ارتباط عاطفي ذاك الحين وذاك الحين واستجرار الماضي. نجي للسلبيات. السلبيات، واحد، تقليص فترة إجازة المعلمين مع أنه هذا غير صحيح. من أول كانوا يقولوا 4 شهور 4 شهور تقليص. 2،
لم تراعي فيه الظروف المناخية للمملكة، بمعنى أنه أحيانا مثلا بعض المناطق المملكة كبيرة، أحيانا هنا حر أحيانا هنا برد، فأنت تقول إجازة صيفية مع أنه قد تكون أبها باردة، الباحة باردة ما تنطبق عليها. كثرة الإجازات القصيرة تجر معها، وهذه أنا في نظري هي أقوى شيء، لكن ممكن عزمها إنها تجر معها إجازات أخرى. مثلا إذا كان بدأت الدراسة الثلاثة، الناس يغيبون الثلاثة والأربعة والخميس، هذه الوزارة تستطيع بالحزم أنه اللي يغيب يخصم من درجاته. هذا في نظري أكبر عيب في مسألة تعدد الإجازات، أن الناس تاكل قبرها وتاكل بعدها. يعني إيش المقترح من قبلك؟ أنه تلغى الإجازات الطويلة ولا تعدل؟ لا 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 ولا تراجع أيامها؟ أنا لا، أنا أقول الإجازات القصيرة الناس يأكلون الباقي منها، يعني يأخذون قبل الإجازة يومين وبعد الإجازة يومين، عرفت؟ يعني مثلا زي الأسبوع ذا بدأ الثلث، بعض الناس أخذوا الثلث والأربعاء والخميس، فالوزارة تسوي حزم أنه تحضر باليوم المطلوب. الناس غالبا يأكلون أول يومين وآخر يومين، تعرف زي الخبز لما تجيبها وانت رايح بالطريق تبدأ تأكل منها، تصل البيت هم هذا قصدهم. وأنا أعتقد أنه هذه ثغرة، وأعتقد أنه في حزم في الوزارة، اللي غيب يا ويله. الثلث يعني الثلث، ما تأكل الأربعاء والخميس. أيضا بعض الدول تعتمد أن يكون الفصل الثالث تطبيقي وأنشطة لا صفية، وحنا ما نسويه. هذه من ضمن السلبيات، بس هذه السلبيات البسيطة، لكن خذ عندك الإيجابيات. سرعة انتهاء كل فصل بالنسبة للطلاب، وبالتالي في حركة، ما في ملل، في تجدد. أنا والله ودي أرجع طالب يا أبو يحيى عشان هالإجازات الحلوة. أنا من الناس اللي أحب أنه كل أسبوعين ثلاث أربع إجازة، بريك ترتاح، بريك ترتاح. اثنين، تقسيم المناهج إلى ثلاث فصول يريح الطلاب، بدل ما أنت تأخذ العزم على تقرأ الكتاب مرتين تصير تقرأه ثلاث مرات، مقسم بدل ما هو مقسم على اثنين مقسم على ثلاثة. تعرف القدر يقوم على ثلاثة، ترى الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلاثة ركب، المسافر شيطان والمسافران شيطان، والثلاثة ركب، يعني ترى من اثنين ثلاثة تختلف العوالم تماما. من أيضا منح الطلاب والطالبات فرصة لتعويض الدرجات المفقودة. أنا قصرت الفصل الأول، قصرت الفصل الثاني، في فرصة الفصل الثالث، من أول فرصتين الآن صارت لك فرصة، يعني 30% زادت. الإجازات التي تتخلى الفصول ستتيح للطلاب الترويح عن النفس، وأيضا استعادة النشاط. تبي تسوي عملية، تبغى تسافر، الإجازات القصيرة فيه فرصة أنا أعتبرها ذهبية. زمان كانت الإجازة الصيفية واحدة، أبوك عسكري أو أبوك موظف في أي إدارة حكومية ليس مدرسا، والأولاد يضغطون علي يبون بسافر في الصيفية، فكل الموظفين تلقاهم يبون إجازة متى؟ في الصيفية، فيصير في ضغط على الدوائر الحكومية في الإجازات. تشتيت الإجازات بهذا الشكل وتنويعها مدار السنة ريح الموظفين والعسكريين، أنه عندهم فرصة إذا مو الإجازة ذي الإجازة اللي بعدها، من أول ما في الصيفية. الآن في الحمد لله أربعة وخمس صيفيات تستطيع. نجي يا طويل العمر الأنظمة، طبعا الدولة قبل لا تحط الثلاثة فصول أخذت النماذج. في دول تطبق أربع فصول، وهي فرنسا واستراليا وبعض الولايات في المتحدة الأمريكية، بعض الولايات في دول تعتمد ثلاث فصول، وهي بريطانيا اليابان الإمارات العربية. في دول تعتمد فصلين، وهي فنلندا والصين وروسيا. أنا أقول إنه الحمد لله أهم شيء في الموضوع هو اللياقة. تعرف اللاعب إذا انقطع عن اللعب أسبوعين تطيح لياقته ولا لا؟ أنا أتذكر كنا ناخذ شهرين ثلاثة، نقعد أسبوعين عشان نستعيد لياقتنا في الحفظ، في المذاكرة، في التركيز. الإجازات القصيرة والممتدة ما تخليك تنقطع عن التعليم أربع شهور ثلاثة شهور، ترى كارثة يا أبو يحيى، كارثة. أنا أعتقد أطول إجازة يجب تكون شهر ما تتعدى. بس طيب، هذه قراءة في موضوع التقويم الجديد من قبل الدكتور أحمد العرفج. بنروح إلى فاصل أول في حلقتنا، وبعد الفاصل نلقاكم في مزايل الكتب وبرواز. خلوكم قريب. حياكم الله مجددا في مزايين الكتب. وصلنا معكم الى في هلا بالعرفج عفوا وصلنا معكم الى فقره مزايين الكتب. مزايين الكتب اليوم اعتبرها من الفقرات الاستثنائيه الجميله جدا، لان محتوى الكتاب الذي سنستعرضه اليوم يتماس مع هو اسمه الحلم الكبير، وهو يتماس مع حلم كبير
وواقع كبير ومستقبل كبير يتعلق برؤية السعودية 2030. هذه الرؤية التي نسير بصحبتها اليوم إلى المستقبل بكل ثقة وبكل يقين وبكل نجاح وبكل منجز. هذا الكتاب ألف وكتبه الأستاذ القدير المعروف عمر الجريسي، واللي راح يروينا قصته هو أيضا الحلم الكبير، مذكرات شاهد على الرؤية، واحد من الكتب التي تستحق ليس القراءة فقط، القراءة والتأمل والإعجاب. خلونا نشوف الأستاذ عمر اللي أكرمنا بقبول دعوة البرنامج حقيقة ولو كل المحبة والتحية والشكر والتقدير. خلونا نشوف إيش قال عن قصة الكتاب ونرجع نستعرض التفاصيل مع الدكتور أحمد العرفج. أنا سعيد إني أول مرة أقرأ كتاب في ساعة. حبيبي عمر، الله يجزاك خير. شكرا أول شيء إنك أعطيتني كتابك. أنت اللي بديت، أنت كرمت لي الهدية، قلت لازم يعني أقابل الكرم بكرم. طيب طال عمرك وهديتك هذا الكتاب. يا سلام، الحلم الكبير، شاهد على الرؤية. أعطيني قصة الكتاب، حنا يهمنا قصص الكتاب. صحيح. يمكن أنا قضيت طال عمرك الفترة الماضية تابع رؤية وتابع اللي يصير فيها، إيه؟ وهو شيء كبير وضخم ومتسارع، وأحيانا يفوق قدرتنا على الانتباه لكل التفاصيل اللي صارت. فقلت أبغى الكتاب هذا يخدم قضيتين. القضية الأولى انه يلخص اهم ما صار خمس سنوات الماضيه لانها مرت بشكل سريع. نعم. والهدف الثاني انه يجاوب على اسئله لماذا، ليش. كثير من اسئله لماذا ما كنا عارفين اجاباتها الفتره الماضيه، فالكتاب يحاول انه يلخصها للثلث الاول من الرحله اللي هو من 2015 الى 2021. طيب انا لاحظت وانا اقرا الكتاب الحقيقه هامشك عالي، من اين استمدت هذه الجرأة؟ لا هذه والله ما ودي اتكلم فيها لانه مقصقص والانقره، بس يعني الموجود خير وبركه. لا الموجود خير وبركه، انا والله ما اقدر اكتب الكلام مع اني جريء، ما اقدر اكتب الكلام اللي انت قلته. من اين استمديت هذه الجرأة؟ عجبني يا عمر. الحقيقه انه اللي يطرح طرح موضوعي ومتوازن دائما في مساحه له. طيب أنا سميت كتابك هذا أنه توثيق صراحة، اللي يبغى يقرأ سيرة الوطن من 2015 إلى 2023 تقريبا يقرأ كتابك. صحيح، هذا الثلث الأول، وإن شاء الله تعالى أجزاء قادمة للأثلاث المتبقية من رحلتنا نحو 2030. طيب العمود الفقري أو رأس الخيمة لكتابك كان معتمد على ماذا؟ ماذا أردت أن توصل إلى القارئ؟ أريد أن أوصل حاجتين. الحاجة الأولى الأمل، نحن ترى قاعدين نمر بمرحلة تاريخية ونمر بتطورات إيجابية، وإن كانت بعضها مغلفة بالألم إلا أنها لأجل الاستدامة، لأجل الخير، لأجل أن يكون هذا الوطن إن شاء الله تعالى اقتصاده مزدهر ومجتمعه حيوي وطن وطموح. طيب هذا الغاية الأولى. الغاية الثانية هي الله يسلمك الفرص. المرحلة اللي فاتت مليانة فرص والجاية مليانة فرص، فالكتاب قد يعني يسلط الضوء على بعض هذه الفرص وكيف ممكن الواحد يغنمها. طيب جلسة الاثنينية، هل أنت اعتبرتها أنها مجتمع مصغر يمثل كافة أطياف السعودية؟ لا إطلاقا، الجلسة الثانية واحدة من المجتمعات اللي تحيطني، هم أصدقاء عزيزين وغالين محافظين، هي مجتمعات أخرى أكثر انفتاحا، فكل هذه المجتمعات اللي أنا كنت محاط بها وخالطها، حواراتي معهم هي كانت محتوى هذا الكتاب اللي قاعد ينقل نقاشاتنا واعتراضاتنا واتفاقنا واختلافنا طوال المرحلة الماضية. أنا أهنيك يا عمر، أنا صراحة ما أقول متفاجئ لكن أغبطك على الكتاب. أنا من أكبر من يكتبون في السعودية، أول شيء قرأته في ساعة، ثانيا سرتك وأيضا جرأتك ولغتك وبساطة اللغة والدمج بين العامية واستذكار بعض الكتب. أنا لقيتك تحيل إلى مرجع عبد العزيز الزامل، إلى إبراهيم العواجي، إلى مجموعة. أهنيك. طيب الحين نصل بالغداء، احنا ضيعنا عليك الغداء في الطيارة. لانه جابوا لي غداء يا جماعة ولا اكلته، لان الكتاب شدني واغناني والحمد لله. الطعام يذهب اما فكرتك لا تذهب من الراس. كل التحية والشكر والتقدير للأستاذ عمر الجريسي. الأمل والفرص، معنيين وبعدين ومسارين عظيمة جدا. من الكتب اللي تستحق القراءة أرجع وأكرر، سمعنا قصة الكتاب مع الأستاذ عمر الجريسي، وبناخذ قراءة أوسع حول الكتاب مع الدكتور أحمد العرفج. دكتور تفضل. شوف أول شيء يا سلام، شوف عمر يا حليل وكيف مسوي تفكير الرؤية والحلم الكبير، وهذا بقايا وجهه مذكرات شاهد على الرؤية. نعم. مذكرات، وإحنا نعرض الكتاب على الشاشة. يا سلام يعني شوف خليني أقول لك، أنت والمشاهدين تحبون القصص كيف تكون فيها سرد. عمر تعرفت عليه في رمضان وانت كنت معانا لما تفضل علينا صديقنا بدر العساكر وعزمنا كعادته من سنين نفطر عنده في يوم من الأيام، فتعرفت على عمر، قلت له بنمشي كل يوم بكرة بعد يوم، يوافق جدولي، يوم هو ظروف ويوم،
صدفة وإحنا رايحين المدينة الأسبوع ذا في المطار تقابلنا، قلت له الله عز وجل أشاء أنه نتقابل رغم أنفينا، وكان معه زوجته نور الله يحفظها، وعطيته أنا كتاب هدية، فهو رد عليه كان وراي بالمقعد وأعطاني الكتاب هدية. طبعا أنا شفت الكتاب وانبهرت وقلت فرصتك يا أحمد، هذه فرصة لي هلا بالعرفج ماشي وتأخذ قصة الكتاب. طيب عشان أطرح أسئلة عشان كذا لازم أخلصه، وفعلا يمكن هذا أبو يحيى في حياتي ما خلصت كتاب 400 صفحة في ساعة إلا إذا حتى هو قال الغداء جابوا لي الغداء المضيفة جابت، قلت لا 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 أبخلصه لأنه عشان وحنا نازلين نجيب العفش أصور مع عمر، لأن الحياة فرص يا يعني. هو قال الحياة فرص، الحياة فرص، لو متى تلقى مرة ثانية عمر أو متى أنا أفضى ففرصة جين والله وأبدأ أقرأ فيه. خلينا نقول عاد الكتاب بشكل سريع ألخص لك أفكار ولا تغني زي ما قلنا عن الكتاب. قصة الكتاب هي حصلت في الطيارة، أسرع كتاب قرأته في حياتي. الكتاب باختصار هو جزء من سيرة رؤية 2030، يتكلم من 2015 إلى 2021، هو برنامج. ولذلك كان العنوان الفرعي يصف الحال، مذكرات شاهد على الرؤية. بالضبط، ولما سألوه ليش أنت ذكرت صدرت 5 سنين قال هذا ثلث الرؤية، مو هي بدأت 2015-2030 يقول مر عليه 5 سنين. البناء الزمني في الرواية مرتبط ومنظم، والله أنا أغبط الحقيقة أبو يارا يعني ما خبرته كاتب معانا من كم سنة، لكن البناء الروائي محكم بشكل جميل بحيث أنك أنت تعرف من التاريخ تعرف تاريخ الحدث، يعني مثلا 2016 يعني أيوة 2016 يعني مثلا أنت بتعرف متى مثلا طرحت أرامكو الكتاب تلقاه مكتوب فوق التاريخ وكاتب مذكرات. وخلينا أوريك كيف بنى الرواية. 7 أبريل عام 2021 كان تاريخ مميز حقوله في آخر الكلام. رحلة البحث عن أمل، هو سماها بحثة أمل. كيف بدأ الزمن في الرحلة؟ الزمن في الرواية بدأ من 2011 إلى 2030، هذا الزمن الروائي. هو يقول من 2011 وأنا عندي حالة غضب من اللي حاصل في اليوتيوب من كمية السخرية على الإدارات على الوزارات في اليوتيوب. تذكر يوم 2011 كان في طوالة لسان وفي ناس كلنا أخذ راحتها وكذا، يقول أنا إن هنا بدأ عندي الألم. الزمن الموثق في الرواية من 2014 إلى 2021 فقط، لكن الزمن الفكري غير الزمن المدون. يقول أنا لست موظفا، أنا مجرد مواطن فضولي وعنده شغف بأنه يعيش الحلم الكبير في المملكة العربية السعودية. معك حق يا عمر. أيضا بدأت فكرة الرواية من مدونته الشخصية، دون 200 فكرة، وبعدين دخل 2018 دخل على السناب وسوى تقريبا 500 سنابة تقرير. شوف هو كيف وظفها، كتبها تدوينات عن الرؤية بعدين حولها سناب بعدين حولها كتاب. شوف كيف ان انت تستفيد، وعندنا اليوم المثل وطاقة حج قضيان حاجة، كيف تدور الشيء عدة مرات سواها. بعدين في سقراط 2019 استضاف 100 قيادي، في فيلم رحلة التحول استضاف 14 وزير، أخيرا في برنامج وعد استضاف 15 من وجوه الرؤية المعروفة. شوف كيف يعني هو تقريبا أكل وشرب وينام ويتنفس رؤية. لذلك الكتاب محكم ليه؟ لأنه كل الدوائر سواء تدويناته تغريداته سناباته لقاءاته سقراطه يدور حول الرؤية. برامج التلفزيون أحسنت برامج التلفزيون. في طبعا نجي هنا مثلا بعد هذا كله بعد الكتاب ماذا حصل؟ وصل إلى صاحب الرؤية، حقولها في آخر العرض للكتاب. الكتاب يدور حول سؤال واحد، لماذا الرؤية؟ كل الناس تسأل ليش الرؤية؟ هل احنا محتاجين الرؤية؟ هو بدأ يجاوب، بذل كل الجهد فيه، بنى بعد ما قلتك بنى من الخط الساخر اللي بدأ 2011 طقطقت جماعة اليوتيوب على بعض الأجهزة وبعض الوزارات، من هنا بدأ. بعدين بدأ في عبارة أعفية ليس بناء على طلبه، قال حنا متعودين في السعودية أنه فلان أعفية بناء على طلبه، قال العبارة ذي ما عادت موجودة، أعفية فقط من غير بناء على طلبه. الكتاب فيه استشهادات جميلة، مثلا نجي في الإدارة يستشهد إبراهيم العواجي الله يطول عمره، يجي للبتروكيماليات يستشهد في عبد العزيز الزامل الله يرحمه وزير الصناعة. جلسة الاثنينية هي جلسة له هو أصحابه ياخذ وجهة النظر في أوامر ملكية في قرارات، ياخذ الآراء ويدونها ويحطها في الحلم الكبير.
ولذلك الآن أقول لك إيش الميزة هذه. أيضا تصوير محادثات، صور محادثة مع الأستاذ بدر العساكر، إنه بيقول له يقول له هذه أول مرة تحصل في الرواية العربية إنه واحد يصور محادثات ويحطها كدليل. أيضا التحولات الكبرى، صندوق الاستثمارات العامة، إعادة هيكلة، دمج، حوكمة، فصل السلطات، تنظيم عمل الهيئة، طرح أرامكو، كلها جابها باستفاضة وبهامش عالي. أنا قلت له ما شاء الله عليك، حنا ما نقدر نقول الكلام اللي قاله أبو يارا ما شاء الله. الرؤية، جاب الرؤية وقصة التشكيك. بعض الناس أول ما جت الرؤية قال يا أبويا وعود، شبعنا دائما وعود. قال الرؤية دي جت بجناحين، الوعد والتنفيذ، الوعد والتنفيذ مع بعض. مسرح الرؤية، مسرح الرواية، المدن، الاستراحات، الشواطئ، غرف مغلقة، اجتماعات، فنادق، مكتبة كذا. ماذا يعني ما الذي ميز عمر؟ عمر استثمر معارفه اللي يعملون في الرؤية، الحين أقول لك أسماءهم، بدأ يأخذ منهم معلومات ويضيفها لمعلوماته. أيضا سوى فصل مقارنة بين الخطط الخمسية والرؤية، إيش الفرق بينهم، وجاب إيجابيات ومحاسن كلا الفكرتين. مزايا الرؤية، هو قال في الأخير مزايا الرؤية ثلاثة: تحديد المطلوب، تحديد وقت وبداية لأي مشروع، ثلاثة قياس الأداء. نجي يا طويل العمر إلى المشاركين كشهود في الرؤية، بجيب أسماءهم كلهم لأنه موضوع مهم. معالي الأستاذ بدر العساكر، فراس بدر العساكر، فراس القاسم هذا أحد الجنود الخفيين في الرؤية زي ما قال هو، فراس بقنة، أحمد الجبرين، ياسر الطريري، حسام المدني، جريسي الجريسي، مازن الضراب، عبد الله اليوسف، سلطان المهوس، عبد الرحمن مظفر، عبد الرحمن مظهر، عبد الله جابر، هاني المقبل، عبد العزيز الشعلان، أنس الغامدي، تركي الدخيل، أحمد الشقيري، عبد العزيز الإبراهيم، عبد الرحمن طربزوني، راشد الراشد، محمد الموسى، ياسر التويجري، فارس التركي، صلاح خاشقجي، عادل الرجب، عبد الله الحبيب، عبد الرحمن ابو مالح، نورة العكيل، مشاعل الجميعة، ديمة البسيط، وايضا باسم السلوم، وعبد الله الباحسين، واسيل بعبد الله. بقينا الان عشان ننتهي نقفل الموضوع، ماذا فعل عمر؟ عمر اول شيء نشر روح التفاؤل، وانت تقرأ روح عمر ما شاء الله تبارك الله متفائل. اثنين، الصراحة والجرأة العالية في مناقشة الآراء. ثلاثة، تبسيط الرؤية. أربعة، مناقشة جوانب الألم في الرؤية. هذه الكلام حد تكلم عنها، ترى الأمير محمد سمو ولي العهد قال أنه فيه سنوات ألم، لأنه أنت لما تسوي عملية جراحية لازم تمر الألم. هو شرح الألم بمعناه الحقيقي، أنه تلك العملية اللي تسويها تجيك ألم، لكن بعد كذا تنطلق في الميدان كالغزال. هو تكلم عن الألم، ما معنى كلمة أمل ألم، عشان لا تأخذ بالمفهوم السلبي. من سار على الدرب وصل، بعد ما سوى الكتاب وطلع في البرامج في الدرعية، اتصلوا عليه العمل الموظفين في مكتب سمو العهد، وقالوا وليحدد الموعد الوقت ذا تجينا على المزرعة. يقول أنا رحت أنا وبمالحة خايفين، وإذا بنا نجلس بالخيمة ويقبل علينا سمو الإمام محمد ويقعد معنا ساعتين ونص ونسأل ويسألنا. يقول تفاجأنا وانبهرنا بالمعلومات اللي عنده وتحمل أسئلتنا، وقال كتبها كلها في الأخير. إنه الكتاب ذا والجهد، يقول أنا ما كنت أعرف سمو ولي العهد يعني كشخص، إلا بعد ما سويت الجهود من 2015 في الشغل في الرؤية أخيرا ختمتها أني وصلت إلى صاحب الرؤية، وأيضا تلقيت توجيهات وعرفت أبعاد الفكرة وعرفت الرؤية وحل الفراغات اللي في ذهني عن الرؤية في بعض المناطق الغامضة. يقول سألت سمو الأمير عنها. نكمل. أغبط عمر لأنه فعل ما فعلت، أنا فعلت هذا الكتاب الرؤية، ولكن عمر ما شاء الله الله يبارك له أنا أغبطه وسعيد له أنه حقق أكثر. لكن أنا بالنسبة لي أبو يحيى أفرح، أي واحد يبسط الرؤية أنا فرحان، لأنه حنا زي ما تقول سحابة هارون الرشيد، امطري حيث شئت، أمطر عمر، أمطرت أنت، أمطرت أنا، أهم شيء في مصلحة الوطن. أيضا العنوان أغبطه على الحلم الكبير، ليش سماه الكبير؟ قال يكفي السعوديين كلهم والمقيمين في الوطن هذا الجميل والسعوديات. الكتاب اختصار للرؤية 2030، أيضا بيّن هنا أن المواطن السعودي ليس متلقي الرؤية بل هو شريك ومشارك. أيضا بيّن أنه منحنى التغيير، منحنى التغيير ليس مستقيما، أنه قد تعدل الرؤية من هنا ومن هنا كما حصل. أيضا تحدث عن كل الملفات بجرأة عالية، الرجس، خاشقجي، الكذا الكذا، كلها مذكورة هنا. تعيين ولي العهد، سمو ولي العهد كيف تعين في وزارة الدفاع، ماذا حصل له عندما تعين إلى آخره. أيضا نعم عمر متفائل، ولكنه إذا جلس مع أصحاب القرار فهو يطرح النقد الهادف. حكاية برنامجه بودكاست قالها هنا. أيضا طفولته،
تشبه لطفولتي، لانه يقول ابوي لا جمعنا على الغد خلينا نلقي قصائد ونتكلم يدربنا على اللقاء، وهذه كنت انا اسويها واحنا صغار. الكتاب يعرض كل وجهات النظر المحتمله، في اخر الكتاب سماوه مذكرات على اساس يقول انا ماني راصد، لانه ما جاب كل شيء عن الرؤيه، جاب الاشياء اللي يعرفها فقط. ايضا هناك جزء ثاني من الكتاب في الطريق، وعدنا أنه سيذكر قصة برنامج وعد اللي يعرض في إحدى القنوات. أيضا أخيرا أسئلة في الكتاب محتملة، حط 4 صفحات وحط في ذهن أبو يحيى قد يكون في تساؤل هو جاوب عليه، لماذا اخترت الفترة ذي وش سويت كذا وليش كذا وليش كذا وليش كذا. أقول قولي هذا وبارك العمر، وإن شاء الله يا أبو يارا ننتظر الجزء الثاني. وأهني أيضا المدام أم يارا بحصولها على الماجستير من جامعة إيطالية. جميل، جهد عظيم حقيقة، كل التحية والتقدير والشكر للأستاذ عمر الجريسي، يعني سواء على جهده المبذول في الكتاب وعلى هذا المنتج القرائي الجميل اللي ظهر لنا، وهو يتجاوز أن يكون منتج قرائي إلى معرفي وثقافي ووطني مهم جدا. وشكرا أيضا على تجاوبه مع دعوة البرنامج وحضوره ورواية قصة هذا الكتاب. بنروح مباشرة إلى فقرة برواز. فقرة برواز عودناكم دائما أنه نعرض فيديو أو صورة ونعلق عليها، حكاية الدكتور أحمد العرفج مع نادي المدينة الأدبي، نشوفها في هذا الفيديو. أنا بجوار النادي الأدبي في المدينة المنورة، وكعادتي إذا زرت المدينة على ساكن تراها الصلاة والسلام أمر النادي، لقيته مقفل وأيضا ما في كهرباء. أبو فلاح، نعم تفضل. أنت المسؤول في النادي، ليه مغلق النادي وما في كهرباء؟ مغلق النادي لنا 9 أشهر وحسابنا مغلق أصلا. حسابكم في البنك؟ في البنك. أيوة. مغلق. أيوة. وكنا نقاوم رغم الإغلاق، لكن الأسبوع هذا الماضي أغلق الكهرباء. أيوة. أقفلت وبعدين خلاص ما عندنا سداد، والبركة فيكم. لا 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 لا، طيب الآن ليه ما يعني؟ والله عندنا مشكلة طويلة، احنا لنا فترة خاطبنا الوزارة بهذا الثقافة بهذا الخصوص. أيوة. وهذا دائما كل ما يجري يعني إنذار. أيوة. من بنك الرياض أو أيا كان يجري عمليته البحث عن التحديث، الوزارة تخاطب المالية وتأخذ دورتها إلى البنك المركزي. طيب أقدر أنا أحدث مثلا أدفع فلوس كم؟ 10,000 أدفع؟ 5,000؟ لا لا، التحديث بيانات. بيانات بيانات ما يقبلوه إلا من الوزارة، والآن الوزارة ما أجابتنا وحاولنا عدة مرات مع بنك الرياض. أيوة. وبنك الرياض كذلك ما استجاب. والغريب أن أيوة. البنوك الأخرى حدثت النوادي الثانية. والآن له 8 شهور النادي 8 شهور بدون كهرباء. لا لنا حوالي 2 أسبوع بدون كهرباء، أما 8 شهور شغال بس بدون مرتبات موظفين، من غير فعاليات، من غير شيء. يعني حساباتكم مجمدة. مجمدة، ما عندنا أي نشاط يعني. النادي 1395. نعم. قبل لا أولد وقبل لا تولد أبو فلاح. يلا يلا نروح نصلي وندعي إن شاء الله ربنا يستجيب. بس أنت ممكن أنت أنا عشمت فيك. إن شاء الله. سدد الكهرباء. أبداً بإذن الله، إذا عشان النادي. ترى على فكرة أول إصدار لأحمد العرفش في حياته من نادي المدينة. نعم الشرف ديوان. أيه. الخطايا أسئلة. خطايا أسئلة. يلا موجود أجيب لكم. لا لا في عندك ظلام. لا أفتح جوا أجيب لكم. لا 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 ظلام، خلي مرة ثانية خلاص. تفضل دكتور. شوف طبعا أبو فلاح صديقي ونادي المدينة ما أنسى، قبل 25 سنة طبع لي أول ديوان. القصد من عرض الفيديو هو إيجاد حل. إحنا في الأخير أنا متأكد أن وزارة الثقافة يعني وزارة تبحث عن الأفضل وتبحث عن الأجمل، وبنك الرياض ما يلام لأنه يتعامل مع أوراق. كل المطلوب انه انا لما نجي المدينه او الرواد اللي يجون يجون النادي مفتوح، انه ما في كهرباء هذا ما يصلح. انا متاكد انه في خطا اداري او خلل اداري، ومتاكد انه سمو الوزير والعاملين في وزاره الثقافه سيحلون المشكله خلال 24 ساعه باذن الله، لان هذا الامل فيهم، وادري انهم داعمين للثقافه، ونادي المدينه نادي يستحق، نادي قديم، نادي من الانديه الرائده، وكل الانديه الادبيه. ولا عرض نايف وأول مرة يطلع في الإعلام وهو سكرتير، ما طلع معي إلا من أجل الحل. نحن لا نريد أن ننتقد أحد، نحن نريد حل فقط. جميل، نروح إلى فاصل ثاني في حلقتنا، بعد الفاصل بنلقاكم في المثل يقول وذات طاقة. حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم الى فقره المثل يقول، نسمع ونرجع نعلق. المثل يقول: الكلام في الماضي نقصان في العقل. هل نحن نستحضر الماضي لدواعي الافتخار والتكرار، ام لاجل العظه والاعتبار؟
شكرا للزميل احمد عبد الكريم، والتعليق عندك دكتور ويحيى بسرعه كذا اعطيك عن المثل ذا حتى الناس تفكر فيه وهي في البيت، يعني ما حنوجه احد، حنا نعطي فقط اشارات. اول شيء لا حد ينقز يقول لي المثل كذا، المثل ورد بعده روايات، هذه واحده منها. قالوا الحكي في الماضي نقصان في العقل، وقالوا الحكي بالامس نقص بالعقل، يعني عده روايات لكن كلها تؤدي الى انه الكلام في الماضي هو نقصان في العقل. طيب هل نحن نستحضر الماضي لدواعي الافتخار والتكرار ام العظة والاعتبار؟ كل العقلاء يقولون المنص الماضي هو منصة للقفز والانطلاق وليس أريكة للاتكاء والاسترخاء والانغلاق. جميل؟ جميل. اثنين، التحدث عن يعني التحدث عن مشاكل الماضي مثل النبش في جثث الموتى. ثلاثة، الحاضر يريد مجدا خاصا به ولا يقبل الأمجاد المستأجرة ولا البطولات المستعارة ولا النجاحات المستعملة. بمعنى أنه أنت الآن لما تفتخر بشيء سويته في الماضي، في الماضي الأيام عندها غيرة كما يقولون، اليوم عنده غيرة ما يبغى تجيب له شيء من أمس، الطعام عنده غيرة ما يبغى تجيب أكل بايت، نجاحات أمس راحت مع أمس، الاتحاد اليوم أخذ البطولة، لا يتوقف عنده، ينظر للمستقبل. لذلك أنت لما تجيب أمجاد الماضي أنت تستعين ب الأمجاد المستأجرة، الأمجاد المستعملة، الأمجاد أيضا. لكن هل كل حديث في الماضي أو لجوء إلى الماضي هو نقصان في العقل ولا سلبي؟ لا، هو طبعا هم يقصدون، شكرا على السؤال. شوف ماركيز في كتابه عشت الأروي قال أجمل ما في الحياة هي الذكريات، كيف تتذكرها وكيف ترويها. لا أتذكرك، إيش يقول فايق عبد، أتذكرك مثل الغريب لما يتذكر ديرته. الذكريات الحلوة هي طعام الصالحين، هي طعام المبدعين. أنا أتكلم عن مثلا أنت مآسي ومعاناة بالضبط ومشاكل الماضي. مثلا في صديق لي اسمه بعمار، كل ما شافني فاكر لما بيتك منحرق وجيت عندنا، فاكر لما سيارتك انصدمت، فاكر لما انسرقت فلوسك. هذه إحباطات، هذه كمية طاقة سلبية تودع في راسك. حنا نتكلم عن الماضي التعيس، أما الماضي الجميل لا. أنا بالعكس أحيانا لما يكون عندي ضعف في الحفظ أتذكرني في الجامعة حفظت ربع القرآن، فذكريات الماضي أحيانا تحفزك. لذلك قلتك هو منصة للقفز وليس للجلوس. شوف الماضي بمآسيه هو مائدة من فقدوا جمال الحاضر. لما يقول لك الزمن الجميل، طيب هذا ما في أجمل من الزمن اللي احنا عايشين فيه، زمن الرؤية، زمن الإبداع، زمن الفضاء، زمن كيف الزمن الجميل وهذا ما هو زمن جميل. أيضا الماضي طعام بائت، ومن الذي يأكل الطعام البائت؟ نجاح الأمس احتفلنا به بالأمس، غيرة الأيام لابد أن نراعي، ترى الأيام زي النساء غيرة، أعطيت هذه مجد تعطي بكرة مجد. أنا كل يوم في الصباح في السناب يقول يا جماعة إحنا اليوم ترى محتاجة نجاح اليوم، لا تجيب نجاح أمس، أنت ما ترضى أقدم لك أكل قبل أمس وقبل قبل أمس. الماضي فرصة زي ما قلنا للقفز والانطلاق وليس عريكا للاسترخاء والانطلاق. الماضي قوت الأموات والحاضر قوت الأحياء. الماضي حضن من لا حضن له. شوف كيف هذا كله كلام الفلاسفة حول الماضي. ونختصر الكلام، الماضي الجميل حلو تتذكره وتندفع للحياة، الماضي التعيس يجب أن تتصالح معه وتركنه في الدرج. نروح إلى ذات طاقة مباشرة بصوت أحمد عبد الكريم. ذات وطاقة، يقولون حج وقضاء حاجة، وفي رواية أخرى حج بيع سبح. هل نستفيد من أوقاتنا بشكل مضاعف؟ هل نحن ننجز عدة أعمال في مشوار واحد؟ تفضل دكتور. شوف أبو يحيى أشكرك، أنت ولدت عندي الفكرة هذه يوم أنك تقول لي ودنا تعطي كيف الإنسان يخلص أكثر من مشوار. في مثل عند أهلنا في نجد يقولون حج وقضاء حاجة، وفي مثل عند أهل مكة يقولون حج وبيع سبح. أنا في نظري أهل نجد أكثر بلاغة من أهل مكة. ليه؟ لأنه أهل مكة حصروها ببيع السبح مع أنها هي رمزية للعمل في الحج، بينما في نجد قالوا حج وقضيان حاجة. بمعنى المشاوير، أنا أتذكر سافرت مع واحد من أقاربي وأنا صغير من المدينة، من القصيم للمدينة، والله يا أبو يحيى أنه سوى 10 أشياء في مشوار واحد. شرى تمر باعه في المدينة، واشترى من المدينة تمر، وخطب واحدة من المدينة، وصلى في المسجد النبوي، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه، وشرى سيارة من المدينة وباع سيارة في المدينة،
وفرغ أرض وزار خالته وزار أخته اللي توها طالعة من الولادة وهدا هدية. شوف عشر، أنا أقول في هالزمن إذا المشوار ما فيه ثلاث أهداف لا تخرج من بيتك، يعني تخرج عشان تأكل أنا أعتبرها باب إضاعة الوقت، تلوث في البلد، زيادة في الازدحام. إذا المشوار تروح عندك 6-7 أشياء تسويها وتراها بسيطة. أنا المشي عندي لا حد الثلاثة ولا 6-7؟ طبعا أنت وشطارتك، يعني ثلاثة معقولة. أنا لا يعني والله اليوم يعني مثلا وقل لي إذا استنتاجي صحيح، أنت تقول أنه ما هو مشكلة أنك تروح علشان تأكل، ولكن أيضا يعني اجعل هدفين آخرين من المشوار. مثلا تبي تروح تفصل ثوب، بتروح الحلاق بتجيب لك أكل وبتسلم على صديق. أربعة، أنا بالنسبة لي في المشي شوف، أمشي أسوي رياضة، أصور محاسن بلادي، أسمع كتاب، أحفظ كتاب، أراجع، أجري بعض المكالمات المهمة. 7 أشياء، يقول الشافعي يقول 7 5 فوائد للسفر، أنا المشي حط لي 7 وقابلة للزيادة، قابلة. أنت وما تصنع بيحيى. يعني أنا أمي الله يرحمها أتذكر وهي إحنا صغار علمتنا، كانت تسمع إذاعة القرآن الكريم وهي تطبخ وتسوي رياضة، يعني تمشي بالمطبخ وتسمع. هذه نفس الشيء، ترى عندنا الطاقات معطلة. بعض الناس أشوفه بالحلاق جالس متململ عند الحلاق، يا أخي أنت راجع جزء عام عند الحلاق، اقرأ كتاب، اقرأ مجلة. تصدق في معلومة أخيرة، في روائي إنجليزي قرأت روايته، كتب الرواية وهو ينتظر سراوه عند الحلاق، يقول كل أسبوع أروح أنتظر ربع ساعة، ربع ساعة يكتب صفحتين، 50 أسبوع في السنة كتب 150 صفحة وطلع الرواية وسماها روايتي عند الحلاق. شوف هذا الإبداع يا أبو يحيى. طيب بنروح إلى فاصل جديد في حلقتنا. طبعا حكاية أبو سفيان بنخليها للأسبوع الجاي علشان الوقت، وبنطلعها منه بأثر رجعي، بناخذ حكايتين إن شاء الله. بنروح إلى فاصل ثالث ومكملين. حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة المشي. من مشى مع العرفج هذه المرة؟ الإعلامي الكويتي بركات الوقيان. خلونا نشوف الحوار اللي دار بينه وبين العرفج ونرجع لك. جماعة المشي خير وبركة، شوفوا من يمشي معي الوجه الإعلامي ابن الكويت الجميل، الله يسلمك حبيبي بركات، يعني الناس تحب البركه، انت بركات مجموعه، الله يجزاك خير، حزمه بركات، اتمنى الله يجزاك خير. واضح، امين، واضح من جسمك انك تمشي طال عمرك على خير. الحمد لله، اللهم لك الحمد، محافظ على المشي لان الطاقه، احب الحركه، انا رجل نشيط، ما احب القعده، اذا يمر علي يوم ما انجز فيه أعد نفسي اليوم ما سويت شيء نهائيا، لو حتى إني أروح لبيتي أعدل شيء في الحديقة، أسوي غرض في مكتبي، أطلع شيء قديم وقاعد أتحارب فيه على الأقل، لازم رياضة شيء في حياتي، رياضة، لازم أحرك يديني رجليني، لازم يكون لي سعرات حرارية محروقة. طيب بتقوسك في المشي، هل تكلم أمه وقيان، هل تخلص شغلك، هل تفكر بالبرنامج؟ في المشي دائما أشوف يمكن المشي يساعدني على التفكير أكثر. جميل جميل، يعني قد ما امشي هذا افكر اكثر، تلقى نفسك حتى احيانا في لما تسوي تمارينك الرياضيه تفكر، احسن افكار طلعت وانا امشي. اوه تصبح خطير، دقيقه عيد العباره، احسن افكار طلعت عندي وانا امشي، سواء كانت برامج، سواء كانت مشاريع كنت بسويها، سواء كان لي مواضيع ابي احلها، حلول طلعت معي وانا اسوي رياضه ولا انا امشي. ليش؟ لان سبحان الله ما ادري، هي تجدد طاقه عندك، هي خلينا نقول اتساع افق في التفكير ممكن يكون، الله العالم. يعني احيانا يكون اتخذت قرارات صارمه في حياتك ان هذا العمل هذا خلاص، مثل قرار خطير اتخذته وانت تمشي، مثلا العمل هذا ما راح اخذه، او مثلا لا والله انا لازم اعيد حساباتي في بعض علاقاتي، هذه العلاقات ممكن تاثر عليك فلازم تعيد حسابك فيها ولازم تقيمها مره اخرى وتتخذ قرار فيها بشكل كبير. لا يكون انا من ضمن اللي بتعيد النظر فيهم، تكفى تكفى، ترى انا صديقك من زمان. شوف انا ايجابي الحمد لله عشان تكون بالصوره، ايه؟ انا من كثر ما اني ايجابي اليوم ارى الامور بايجابيه، فلما اشوف مثلا احمد اتخذ هذا الاسلوب اليوم لي فكره جميله ورائعه، يا اخي ما يضرك تقول له برافو احمد، شجع احمد، برافو احمد، شجع غيره، يا سلام، شجع غيره.
يعني احيانا يكون الياس يتملك تقول من يبي طالع هذه؟ طيب اول تخاف الناس تضحك، لا تحكم لا تحكم، روح الخطوه اللي براسك، نفذ الفكره اللي براسك وخلها لله سبحانه وتعالى ولاعجاب الجمهور، نجحت كان فيها ما نجحت النهايه انت مو خسران شيء. المشي معك لا يمل يا سيدي، الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا للاستاذ القدير بركات الوقيان، والله منتدى الاعلام يعني خرجت منه بغله. شوف يا ابو يحيى، شكرا انك قلت هالكلام. انا اقول لزملائي في المدينه قبل كم يوم، قلت لهم زمان كنت صحفي انا، الجنادريه ما تفوتني، الجنادريه اخذ مقابله السنه كلها، الله يرحمه الفيتوري عبد الوهاب البياتي، فرصه ما دام في التجمع ذا. قلت لهم انتم ما عندكم معرض الكتاب، جوكم كل الرموز الثقافيه والادبيه والفاعله في السعوديه، التقطوا سوي حوارات للبكرة. أنا في الملتقى ذا وانت كنت موجود، سويت يمكن 15 شخصية مع الماشي، مشاري الذايدي والأستاذ وفلان 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 وعمار تقي مجموعة. هذه لازم تستغل المواسم، زي ما في مواسم في الدين مثلا، في موسم رمضان الطاعات تكثر، موسم الحج عندك، مواسم الصيف، مواسم المانجا، انت كصحفي عندك المواسم ذي، الملتقيات اللي تسويها السعودية بين فترة وفترة، خذ كاميراتك وروح سو، بدل ما يعني لو خمسة استجابوا معك من عشرة نعمة تكون عندك زاد، اللي ناخذه مشي واللي ناخذه فكرة كتاب ولا هذا ما يخص الفكرة. بركات أنا أقول له دائما الناس تبحث عن بركة، أنت بركات، مجموعة بركات. من الأشياء اللي لا يعرفون الناس عن بركات هذا أنه مؤلف، ومرة طرحت كتابه في تويتر والناس استغربوا، هو ودكتورة مصرية سووا كتاب عن الظهور الإعلامي والمحتوى الإعلامي، وأعتقد أنه الآن عنده صدر كتاب ثاني عن الإعلام. هذا واحد. ايضا المعلومه اللي لا تعرفها انت ولا يعرفونها حقين يا هلا، انه اول ما طلع برنامج يا هلا كان بركات 2005 كان مدير برنامج يا هلا، كان هو المدير، وما شاء الله سطع نجمه في سنه، واخذ في 2006 جائزه الاعلامي المتميز على مستوى الخليج في ابها كرموه، استمرت ما شاء الله. طبعا قبل ما ياخذ يا هلا الشكل الحالي يعني. نعم نعم، في قبل الشكل الاول ليا هلا يعني، من المؤسسين احنا نعتبره. ايضا بركات ما شاء الله متحدث طلق، متحدث يعرف إلى أين يريد أن يتصل الفكرة. شفته وقال، قال أنا إيجابي، أخذ الأمور إيجابية، ترى هي زي ما قال الشافعي، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدر. ترى عيونك يا أبو، يقولك عيون النحلة وعيون الذباب، عيون النحلة دائما تشوف الزهور تلتقطها وتطلع عسل، عيون الذباب تدور القذرات. ترى الأغلب هو مبرمج على النظر، هو لفتنا لهالنقطة وذكرنا فيها الله يجزاه خير، إنه ترى أنت وكيف تنظر. دائما الناس يسألوني أنت رحت للمكان الفلاني تنصحنا، قلت له يا أخي إذا خدت عيوني ممكن يعجبك، بس أنت لازم تشوفه بعيوني، لأنه نظري غير نظرك. في ناس متذمر يدخل مطعم متذمر، فلذلك طاقة التذمر عنده تستقبل زي الواي فاي، تستقبل أي شيء متذمر. أنا لما أدخل مطعم أدخل مبتسم، لذلك كل الواي فاي حقي يدور الابتسامات، هي ذبذبات زي الواي فاي بالضبط. فأنا سعيد في المشي معه، وسعيد أيضا أنه من أنصار المشي، وسعيد أيضا أنه بركات كمان كان من بركات المنتدى الإعلامي الثاني كغيري من الإعلاميين اللي شرفونا. جميل، نروح إلى فيديوهاتنا، معنا فيديو واحد بنعرضه ونرجع نعلق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بركات المشي وأنا أتمشى في طيبة الطيبة، لقيت محل كذا جميل مكتوب تبرع بالدم، دخلت عندهم والله تبرعت، لقيت شاب نبيل اسمه إبراهيم الرحيلي والفريق اللي معاه ببساطة ببساطة سحبوا مني دم. أنا طبعا هذه المرة 31 لوجه الله، لكن حرصت أنه مدام الاتحاد أمس أخذ البطولة أني أعبر عن حبي للاتحاد وفرحتي بالنصر، لبست الفريلة الاتحادية وجيت أتبرع بالدم، وقالوا لي بعد 3 شهور تعال مرة ثانية تبرع، وبتبرع بعد 3 شهور للاتحاد مرة ثانية. يا جماعة التبرع بالدم غير الأجر، صحة وأجر. حط اللوحة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يجزاهم خير كمان اللي يشتغلوا هنا في وقت إجازة ووقت تاركين أهليهم عشان العمل الخيري ذا. ألف شكر لك. ما شاء الله، المرة 31 مرة التبرع بالدم، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. آمين. شوف يا أبو يحيى، أول شيء خليني قبل أشكر وزارة الصحة، سووا عربة التبرع بالدم، وأنا أسوي رياضة لقيتهم في الشارع، هذه فكرة جميلة من وزارة الصحة. تعرف حنا أحيانا يعني ودنا نسوي الأشياء، بس المشاوير والمواقف والتعب التعب يعني تخلينا نتكاسل. هم وضعوا العربة وأنا مشي شفت العربة وقلت فرصة، الاتحاد فائز لسه، المباراة كان أمس الاتحاد فائز، وأنا أمشي العصر في المدينة المنيرة على ساكن ثراها الصلاة والسلام، قلت فرصة
والله اعطيتهم على طول ملفي طلع عني 30 مره اخر مره قبل 7 شهور. انا الحين صرت الحمد لله مدمن ونعم الادمان، كل 6 شهور اتبرع. وفصيلتي تسمى ظنها فصيله الحمار لانها نادره، نادره مره. والله اتذكر عام 1403 كنت في الرس وكلموني قالوا تيجي تتبرع غصبا عنك، انه ما في في الرس الا 3-2 تبرعوا قبلك بنتك، انت لازم تيجي تتبرع لانه كان فيه سيده عندها حلقه الفصيله او ناقص يسمونها فصيلة الكرم، لأنها تعطي كل الفصائل ولا تأخذ إلا منها. شوف حنا حتى في دماءنا الحمد لله كرماء، يعني أنا أعطيك وأعطي كل الفصائل بس ما أخذ. اللي كانت مريضة ذاك اليوم في المستشفى كانت أو ناقص، وهو ناقص شحيحة شحيحة. شوف يعني مع إعجابي بفكرة التبرع إجمالا إيش ما كانت مناسبتها، لكن في ثقافة ثانية أعجبتني، أنه أنت دافعك للتبرع بالدم تعبيرا عن فرحتك بفوز الاتحاد. يعني حلو انه التعبير بالفرح بالفوز بالانتصار ياخذ هذه الاشكال، تبرع بدم، تطوع في شيء معين، استثمار طاقه الفرح هذه والسعاده هي هذه الكلمه طاقه. شوف يا ابو يحيى، الانسان اذا فرح ينقص صح، اذا جاء هدف للاتحاد او للهلال الجمهور ايش ينقص، انت في طاقه والطاقه ذي لازم تطلع. امامك طريق جيد مفيد وامامك طريق مذيب. يعني تذكر فترة من الفترات لا فاز المنتخب والناس تفحط وتكسر، والحمد لله هذه اختفت من المشهد. الآن مثلا صارت الأندية تفتح أبوابها، اللي يبغى يهرول، اللي يبغى يطبوا يغنون يرقصون. أنا قلت أبغى سن، ولا أعتقد أن أحد قبلي سواء، بس إن سنة حسنة أنه يا جماعة إذا فاز فريقك تبرع. الاتحاد ما شاء الله يجون عددهم 5 مليون، لو تبرع مليون صار عندنا بنك الدم في وفرة إن شاء الله 100 سنة. يا رب. بصراحة يعني ثقافة جيدة، أتمنى أنها تسود وتصير موجودة بشكل أوسع وأكبر، وكل التحية والتقدير والمحبة والإكبار والإعجاب للناس المتبرعين باستمرار بدمائهم، لأن هذا التبرع بالدم له إيجابيات كثيرة جدا وفوائد قد تنقذ حياة أشخاص. بنروح إلى فاصل أخير في حلقتنا، وبعد الفاصل بنلقاكم في سيرة وتر اتحادية خالصة. أن تكون اتحادياً يعني أن تعرف أنك تنتمي إلى مدرج الذهب الذي لم ولن تصدأ حناجر عشاقه. أن تكون اتحادياً يعني أن تحاور التاريخ وأنت عميده. أن تكون اتحادياً يعني أن تصافح شواطئ جدة وحاراتها وملاعبها وأنت تردد اتحاد العب وإحنا لك سند. كلما هتفت المدرجات يصفران اللون حلو الانتصار نادته المنصات، وكلما غنت اتي محلاه الله يرعاه نادته البطولات، وكلما اصطفت الأرواح وهي تنشد وطن 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 نادي الوطن اتي نقشت باسمه الأمجاد. الاتحاد ليس فريق كرة قدم فقط، لكنه عشق أصيل يجري في دماء محبيه. هلا وغمايا الاتحاد دايم وحبك بازدياد، ما نعرف بحبك حياد، يا الاتحاد بجسمة نحضر لك ودامر أمر ونولع الملعب جمر، حنا معك عشرة عمر يا الاتحاد رقاسمة. تهنئة لمجلس إدارة نادي الاتحاد، لأنمار الحائلي، لأحمد كعكي، للجهاز الإداري، للجهاز الفني، وللاعبي الاتحاد. هذه التهنئة اللي الكل يقدمها، ولكن في تهنئة خاصة يجب أن تقال. كل من يهنئ الاتحاد يجب بالدرجة الأولى، هذه على الأقل من وجهة نظري، أن يحيي المدرج الاتحادي. جماهير الاتحاد كانت الرقب الصعب الفارق السر الكبير
في هذا المنجز، حضور كبير جدا بالأرقام بالشواهد بالأدلة بالهتاف. جماهير الاتحاد ما كانت تحضر بس في جدة بكل هذه الكثافة، في كل مكان لعب فيه الاتحاد كانت تحضر، كان الطاقة الاستيعابية لجماهير الاتحاد تمتلئ بالكامل. كل التهنئة لمدرج الاتحاد وكل الأماني لكل الفرق السعودية بالتوفيق إن شاء الله. دعواتنا للاتحاد بتمثيل مشرف وقوي وناجح في كأس العالم للأندية إن شاء الله، كل التحايا لوصيف الدوري النصر وجماهيره، للهلال وجماهيره، للشباب وجماهيره، الفرق التي لم يحالفها الحظ أنها تحصل على بطولة الدوري إن شاء الله تحصلوا في مرات قادمة، ولكن اليوم يستحق الاتحاد أنه نبارك له ونخصص له كثير من التهاني. اليوم في سيرة وتر خصصناها أنه نحكي لكم قصة واحدة من الأغاني المهمة جدا واللي جالسة تتردد في السنوات الأخيرة بكثرة، اللي غناها الفنان حسين الجسمي اتحاد اصعد سما، ولكن اللي كتب كلماتها الشاعر الاتحادي العاشق والمحب وواحد من أوائل الجماهير الاتحادية اللي نمسي عليه بالخير الشاعر عطلة فرحان. بنشوف وش قال في قصة هذه الأغنية ونرجع نعلق. أسعد الله مساكم وأتشرف أني أتواجد من خلال برنامج يا هلا بالعرفج، البرنامج اللي نتابعه في الكويت، وأنا من أحد محبين البرنامج هذا. أولاً نهني نادي الاتحاد السعودي حصوله على بطولة الدوري، ومباركة خاصة لجمهوره في السعودية وفي الخليج وفي البلاد العربية. وبصفة اتحادي يعني أنا اليوم سعيد وفرحان في هذا الإنجاز اللي انتظرناه سنوات طويلة من الصبر ودعم هذا النادي الجميل اللي الكل يفتخر فيه. قدمت أو تشرفت أني قدمت عملين نادي الاتحاد في هذه الفترة، اللي هي نعم كذا بصوت الفنان القطري حسين فهد الكبيسي، والعمل الثاني هي الاتحاد رقى السماء اللي حقق نجاح طبعا كبير الحمد لله بصوت الفنان الاماراتي حسين الجسمي، وراح اقول لكم قصه هذا العمل. اما قصه هذا العمل اغنيه يا الاتحاد رقى السماء، للامانه هذا العمل اللي انا افتخر فيه اتصل فيني احد الاصدقاء، طبعا فتره طويله ما سمعت صوته، طبعا ما له علاقه في العمل هو، لكن انا من فرحتي فيه يعني فزيت وقلت هلا وغلا بطريقه يعني جنونيه او طريقه فيها كثير من الانتظار والشوق. فلما انتهت الاتصال انتهت المكالمه، فقلت احنا يعني قاعد نقول للناس اللي نحبها هلا وغلا، فليش ما نقول للنادي اللي نحبه هلا وغلا؟ فقلت هلا وغلا يا الاتحاد، تخيلت ان الاتحاد زايرني او اني انا جاي. فمن هالمنطلق بدت هالقصيده هذه، وكان الاتحاد ايضا يحتاج لدعم اعلامي وغنائي، وكانت هذه الاغنيه وتذكر جمهور الاتحاد وتاريخ نادي الاتحاد، وكتبت هذا العمل. والعمل هذا كنا مجهزينه او الاداره جهزته حق مباراه نهائي كاس الملك السعودي بين الاتحاد والتعاون، ولكن ما حصل نصيب. ومثل ما قلت لكم يعني ما حصل نصيب ان نعرضها في بعد نهائي كاس الملك، لكن لعل في الامر خيره، والاتحاد الحمد لله صبرنا السنوات إلى أن حصل الاتحاد على بطولة الدوري. وأنا والله العظيم يعني سعيد جدا أن هذا العمل ارتبط بجمهور نادي الاتحاد. كنت متخوف من مفردة يا الاتحاد رقى السماء، تعرف هالكلمة هذه يعني نستخدمها في أشياء ثانية غير الأندية، تستخدمها في مدح رجل أو تستخدمها في مدح ملك أو تستخدمها في مدح، لكن أنا سقطت على نادي الاتحاد وكنت متخوف للأمانة، لكن نجحت. وكان هذه الكلمة هي اللي تقريبا أنا أتوقع أنها حاولت أو ساهمت في ارتفاع مستوى القصيدة والأغنية. وألف ألف مبروك لجمهور نادي الاتحاد، وشكر للبرنامج يا هلا بالعرفج، ودامت أفراحكم يا جمهور الاتحاد، ووعدكم في عمل قادم جميل جدا جدا جدا. كل الشكر والتحية والتقدير حقيقة للرجل الخلوق الراقي النبيل الأستاذ عبدالله فرحان، والله يديم أفراح الاتحاديين. ونقطة بس قبل ما أسمع تعليق الدكتور، أنه إحنا متعودين دائما في هلا بالعرفج كل فريق يحقق منجز أنه نحتفي فيه إيش ما كان الفريق، يعني بغض النظر عن أن الدكتور العرفج اتحادي أو لا. دكتور مبروك والكلمة عندك. الله يبارك فيك. صحيح أنا اتحادي، لكن الحمد لله أي فريق يأخذ بطولة احتفلنا في الفتح وفي الفيحة وفي التعاون وفي الفيصلي والهلال والأهلي والنصر. 12 سنة صابرين الاتحادية، من حقهم أنهم
أننا نحتفل وضمن احتفالات الفرق الأخرى أيضا. خلينا أول شيء أتكلم لك أشكر حبيبي عطالله. عطالله هذا صديق قديم وثاني مرة وثالث مرة طلع معانا في كذا أغنية يا رقيق المشاعر، وطلع في أغنية قبل كذا عن الاتحاد. عالمية الاتحاد تدلك اللي كتب الكلمات شاعر كويتي في فريق سعودي وغناها فنان إماراتي، أعتقد هذا خير دليل على تلك الأبعاد التي يتمدد فيها الاتحاد في كل أنحاء الوطن العربي. وأمس واحد جاب مقطع شخص قطري نبيل قال يا جماعة مو معقول، أنا شفت احتفالات في حضرموت وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي مصر كلها عن الاتحاد. وفي عمل ثاني شاعر كويتي عطى الله فرحان فنان قطري الفهد الكبيسي، نعم، وفريق سعودي يعني الاتحاد. كأنه علي عبد الستار أتذكر زار جدة 2008 وكان الاتحاد أخذ بطولة، فلما سأل وش اللي زحمة في الشوارع الدنيا كلها صفرة وسودة قالوا الاتحاد فاز، قال من النهاردة أنا اتحادي، جابها بالطريقة. خلينا أول شيء يا حبيبي أشكر سمو الوليد بن الأمير الوليد بن طلال، يعني الهلالي المعروف الداعم للهلال، تبرع ب3 مليون للاتحاد. نحن نريد أن تصل الرياضة لهذا المستوى، تنافس شريف، تنافس محبة. إذا أخذ أي فريق البطولة نبارك له مباشرة وننسى ولا نقلل من انتصارات، وهذا واحد. اثنين يا حبيبي أتمنى من الاتحادي من اليوم نبدأ نستعد لكأس آسيا وكأس العالم. الآن فرصة ذهبية لا تتحقق لكل الأندية، فرصة للاتحاد، والاتحاد محظوظ من الآن يستعد لبطولة أندية كأس العالم التي ستستضيفها المملكة. أيضا الليلة يبلغ الاتحاد عمره 100 سنة، فشوف سبحان الله تاريخ مميز يتوج فيه 11/11/1444، تاريخ لطالما انتظرناه. أول مرة ياخذ الدوري الاتحاد وأنا في أهلا بالعرفج، أهلا بالعرفج له 10 سنين أول مرة ياخذه. أحمد حجازي له تعبير جميل، سألوه عن المباراة تفرق ولا لا، قال كل الملاعب اللي لعبنا فيها في المملكة كأننا على أرضنا من جمهور الاتحاد الموجود. الاتحاد كلام كثير عندي بقوله. طيب دكتور بنختم كذا بمقطوعة عشق بينك وبين الاتحاد، سمعنا وش قلت للاتحاد وللاتحاديين. شوف بعد ما فاز الاتحاد كذا أخذت القلم زي ما تقولون نزل علي الإبداع مباشرة، قلت نعم إنه الاتحاد أمل المتعبين وبهجة الكادحين وحلم الحالمين وأول اسم في قائمة من كانوا للكرة من المحبين. إنه فرحة لأولئك البسطاء الذين ينتظرون الفرح ويضبطون أوقاتهم على ساعة السعادة حسب توقيت كورنادو وحجازي وقروهي وبقية النجوم في الكتيبة الاتحادية. الاتحاد كعكة يغمسها الطيبون في شاي الانتظار، شاخصة أبصارهم نحو الملعب على أمل انتصار قادم على صهوة جواد اسمه العميد. إذا ذكر الجمال تذكرت الاتحاد، إذا ذكر العطاء تذكرت الاتحاد، إذا ذكرت البدايات والنهايات، إذا ذكر الإصرار، إذا ذكرت الصعوبات تذكرت الاتحاد. فيا لهذا النادي الذي يؤدي إلى الجمال والعطاء والبهاء ويزرع الأمل والعمل والنشاط والانطلاق. نعم في عالم الجغرافيا كل المدن كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن في عالم الكرة كل الأهداف تمر عبر روما رينيو. الاتحاد ذلك الساحر الذي أخذ صفار الذهب فضمه إلى جوانحه، وأخذ سواد البترول وضمه إلى شعاره، وشارك العشاق وفرض عليهم ألوانه، فالعشاق لا يلتقون إلا في سواد الليل المتشكل من لون الاتحاد. الاتحاد ليس حالة كروية، الاتحاد حالة من حالات الاقتصاد، فحين يلعب الاتحاد تنتعش الحركة الاقتصادية وتتحرك المدرجات وترتفع أرقام المبيعات ليتصدر جمهور الاتحاد بذلك الأعلى حضورا. هكذا هو الاتحاد، شرس في الملعب وشرس في الحضور وشرس في كثافة الجمهور. الاتحاد ظاهرة، نعم، فإن لم تكن اتحاديا فإنك تحب الاتحاد، وإن لم تحب الاتحاد فأنت تصفق له حين يلعب، وإن لم تشجعه فأنت تتعاطف معه وتتعاطف مع كفاحه. الاتحاد لا يشبه إلا نفسه، الاتحاد كوجبة الفول اللذيذة يحبها الأثرياء والبسطاء والأغنياء والفقراء. الاتحاد نجم المواسم وكل الفصول، ففيه بياض الشتاء وفيه من صفار الخريف وفيه من حرارة الصيف وفيه بهجة الربيع. الاتحاد يعيش حالة توحد مع الإصرار والبحث على الانتصار،
ولا يستطيع أفضل طبيب في العالم أن يفصل حالة التوحد السيامية بين الاتحاد والانتصار. الاتحاد يستحوذ على التاريخ، فهو أول الفرق وفاتحة الرياضة، ويسكن في صدارة المشهد، وإذا طل غلب على الكل. الاتحاد يستحوذ على الجغرافيا ويتمدد في الجهات الأربع، فهو مزروع في كل أنحاء الوطن العربي. ما فائدة الكلمات إن لم تكتب في الاتحاد؟ ما فائدة القصائد إذا لم تكون عقدا ننظمه حول رقاب الاتحاديين والاتحاد؟ وكيف هي الأبجدية إذا لم تصرح بحب الاتحاد؟ في النهاية أقول هذا هو الاتحاد، يبلغ اليوم 100 عام، لتكون من المصادفات الجميلة أن يجمع الاتحاد بين بطولة الدوري وجماليات عيد الميلاد. الاتحاد هو الموجز والتفاصيل والأخبار وسيد الإصرار والانتصار. إذا حضر الاتحاد فهو سيد الميدان، وإذا غاب فهو الحبيب الذي يشعل المشاعر والوجدان. هذه مقطوعة في عشق الاتحاد، يبغى لك تختار لها عنوان لازم. أنت تختار. ممكن تتحول مع مجموعة كتاباتك الاتحادية مستقبلا، يعني أنت سميها أبو يحيى، إيش نسميها؟ أنت جيد في التسميات ما شاء الله. دكتور شكرا جزيلا لك. الشكر لك. نشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم، والله يديم أفراحكم يا الاتحادية ويديم أفراح الوطن كلها، وإن شاء الله من لقى شيء يستاهله إن شاء الله النصر الهلال الأهلي اللي نبارك له عودته، أو بالأصح نبارك له عودته المكان الطبيعي، كلها فرق مؤهلة للفوز يا رب. شكرا للدكتور أحمد العرفج. الأربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل.